بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس يوز اونلاين مقدمه من قبل فريق اسوس. معكم خلدوني الداني. ضمن هذا الدرس نحن حنحكي عن شيء اسمه بولينوميال، يعني هو عباره عن حاله خاصه، هو تابع كثير حدود. فينا نقول هذا الكثير حدود هو حاله خاصه من التوابع بشكل عام، وخصوصي التوابع كثيرات الحدود. قال بهذا الكثير الحدود لازم الاسوس كلها تكون تنتمي لمجموعة الأعداد الطبيعية. يعني أنا ما عندي أس سالب وما عندي أس كسر، يعني جزر بالأحرى. فأي تابع بيحقق لهدول الشرطين فهو عبارة عن تابع بولينوميال. طيب حنشوف مثال حتى نفهم الفكرة. قال في حال كان عنا PX، طبعا نحن أغلب التوابع هاي نرمز لها بالرمز PX. قال في حال كان عندي PX هو عبارة عن is a polynomial، إذن X هو polynomial وعطينا PX طبعا polynomial، وعطينا PX AX أس 6 زائد A ناقص B زائد 3 BX أس ناقص 3 زائد A زائد B ناقص 9 BX أس ناقص 2 زائد BX. شو بده هو؟ عم يقول لك أوجد الـ PX، يعني بدنا نطلع نحن قيم المجاهيل اللي هن A و B، هدول A و B. تعالوا نطلع على الـ PX، هذا عم يقول لك إنه هو عبارة عن بولينوميال، تمام؟ نحن قلنا قاعدة من شوي إنه ما بيصير الأس يكون سالب أو كسر. تعالوا نشوف هون الأس عنا ناقص 3، إيه هذا ما بيصير يكون موجود كله الحد من الأساس. شلون بيختفي هذا الحد؟ لازم يكون الأمثال يساوي الصفر، فبتطلع معنا أول معادلة هي A ناقص B زائد 3 يساوي الصفر. نجي بنطلع هون عنا الأس ناقص 2، فما بيصير يكون موجود عنا أس سالب بالبولينوميال. فلو افترض هذا الحد كله يطير، شلون بيطير؟ بأنه الأمثال هي تكون صفر، فبالتالي A زائد B ناقص 9 يساوي الصفر. هلا بحل هدول المعادلتين لاحظوا أنه فيني إجمع مباشرة، بيطلع معك 2A إلى آخره، فبتطلع معنا قيمة الـ A تساوي 3 وقيمة الـ B تساوي 6. فبالتالي إذا رجعنا عوضنا هلا قيم الـ A والـ B، فالـ BX بيصير معنا الناتج النهائي هو 3 BX أس 6 زائد 6 X. لهلا الموضوع بسيط نوعا ما. طيب حنشوف مثال تاني. قال إذا كان عندنا BX يساوي X أس 3 ناقص X أس N ناقص 2 زائد 3 BX أس 4. أوجد، لا في عنا معلومة تانية وعنا دير بي اكس. نحن حكيناها هذا الدير من قبل، شو يعني؟ يعني درجة بي اكس تساوي الخمسة. اوجد قيمة ان، تمام؟ دائما درجة كثير حدود هي درجة اعلى اس فيها، يعني هي بتعبر عن اعلى اس موجود عنا. لاحظوا اذا اطلعنا على الاسس عنا هون الاس قديش؟ 3، وعنا هون الاس n ناقص 2، وهون عنا الاس 4، تمام؟ بس هو عم يقول لك انه اعلى اس بالبي اكس هو 5، هي درجة بي اكس بس بتعبر ايضا عن اعلى اس موجود بالبي اكس هو 5. هي 4 وهي 3، وين الخمسة؟ معناتها هي لازم تكون شو؟ 5. نستنتج انه الـ N ناقص 2 لازم تكون تساوي 5، بالتالي قيمة الـ N تساوي عنا 7. شوف مثال. قال في حال كان عنا BX يساوي 3 BX أس N ناقص 2 زائد 5 ضرب X أس 2 ناقص N زائد 9X. أوجد B 3، يعني بدي أعوض قيمة الثلاثة ضمنها. بس أنا لاحظوا أنه عندي هون بالأس N ناقص 2
وعندي هون 2 ناقص ام. هلا وهذا طبعا بي اكس قايل لك بالسؤال نسينا نقول انه هو بولينوميال، تمام؟ طالما هو بولينوميال معناتها ما لازم يكون فيه بالاس سالب. هلا لاحظ انه هون بالاس عندي ان ناقص 2، معناتها لازم تكون الان ناقص 2 شو اكبر او تساوي الصفر، يعني ممكن تختفي كلها ما في مشكله، او ممكن لازم تكون اكبر من الصفر، ما بصير تكون اصغر من الصفر. طيب تعالوا نطلع على هذا الاس، ال2 ناقص ان لازم ايضا تكون اكبر او يساوي الصفر. احترنا الان لازم تكون اكبر من 2 ولا اصغر من 2؟ بشوف شو الشيء المشترك من هدول الاثنين، بيطلع معك انه الان لازم تكون تساوي الاثنين، تمام؟ بما انه هي ان ناقص 2 اكبر او يساوي الصفر، معناتها شو؟ الان اكبر او يساوي 2، وهون معناتها الان اصغر او يساوي 2. شو الشيء المشترك بين هدول الاثنين؟ ان تساوي الاثنين، فبالتالي ان تساوي 2 بيطلع معك. فبالتالي البي اكس الجديد بعد ما اكتشفنا قيمة الان تطلع 3 + 5 + 9x، يعني 8 + 9x. ليش؟ لانه هون وقت نعوض 2 2 - 2 0، x الصفر 1، وهي ايضا بتصير x الصفر، فبتصير بيصفى معنا 3 و5. هلا بنعوض البي 3، بي 3 تساوي 8 + 9 / 3، 9 ضرب 3 = 27 + 8، بيطلع معك الجواب 35. نشوف مثال آخر. إذا كان عنا بي إكس تساوي ناقص 3 × 3 + 4 × x² - x + m + 1، تمام؟ وعنا البي 2 تساوي 4، أوجد قيمة الام. حنعوض الاثنين وين؟ ضمن البي اكس، فبيطلع معك 2 + 3 = 8 / 3، هيك بتضل عم تعوض، آخر شي بيطلع معك ناقص 9 + m = 4. يعني ما بيعرف يعوض، يعني بصراحة مصيبة، يعني ما بيعرف يعوض الاثنين هون ويطلع معه هذا الناتج بالأخير، مشكلة كبيرة بصراحة. فبالتالي طلع معنا ناقص 9 + m = 4. ليش يساوي 4؟ لأنه هو قايل لك بي 2 تساوي 4، فعوض الاثنين طلع معه هذا الناتج ويساوي 4، فبالتالي قيمة الام بتكون عنا 13. سخيف المثال. مثال آخر، إذا كان عنا بي اكس يساوي 5 بي اكس ناقص 2 + 2n + 7 / 2 - x + 2n - 1، أوجد قيمة البي 1. علما هو أي أعطيك معلومة تانية إنه الان تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة، هي الان يعني، تمام؟ طبعا نحن بنعرف إنه 2n دائما بتعبر عن قديش، هو بده البي واحد. الاثنين ان بتعبر انه الاس زوجي، تمام؟ 2n - 1 بتعبر انه الاس فردي. فحنعوض، هو شو بده؟ هو بده البي الواحد. حنعوض، فحيصير معنا بي واحد يساوي 5 / 2 / 2n - 7 / 2 - 1 + 2n - 1. هلا 1 - 2 هي ناقص 1، ناقص 1 + 2n، شو ما كانت قيمة الn هي 1. ليش؟ لأنه العدد السالب وقت برفعه لأس زوجي فبتروح الإشارة الناقص. طبعا الواحد شو ما كانت القوة بتضل 1، لذلك هون بيصفى عنا فقط 5 - 2 - 1 - 1 - 1 أس فردي، شو ما كان الأس الفردي بضل 1، فبسمعك 7 - 5 - 7، آخر شيء الجواب بيكون عندك -2. هلا في حال كان عندنا BX وQX، BX وQX، وعم يقول لك إنه PX يساوي QX،
فيعني شيء طبيعي وشيء بديهي انه تكون امثال الاسس المتشابهه متساويه. مثال دغري على السريع، ما حنكتب القاعده نضيع وقت فيها لانه سخيفه. يعني اذا كان عندنا بي اكس يساوي اكس مربع زائد واحد بي اكس زائد ثلاثه، وعندنا ايضا كيو اكس يساوي اكس اس ثلاثه زائد اي اكس مربع زائد بي اكس زائد سي. وعم يقول لك حبيبنا انه بي اكس يساوي كيو اكس. اوجد قيمة اي زائد بي زائد سي. طيب هلا مبدئيا نحن خلونا البي اكس نفكفك الاقواس، يعني فوت نضرب الاقواس ببعضها، فبيطلع معك البي اكس وقت تضرب الاكس مربع بي اكس، اول شيء بتضرب هي بهي، بعدين هي بهي، بعدين هي بهي، بعدين هي بهي، فبيطلع معك البي اكس هي اكس اس 3 زائد اي اكس، او عفوا زائد 3 اكس مربع زائد اكس زائد 3. هذا الناتج، هاي 3 ها، هذا الناتج النهائي لبي اكس بعد ما اضربها اضرب الاقواس ببعضها. هلا بقارن الاكس 3 مع الاكس 3، الامثال قديش واحد، الامثال قديش واحد، تمام. هون الامثال عندنا اي، هون الامثال عندنا 3، معناتها بستنتج انه اي تساوي 3. ليش عم ساوي؟ عم طلع الاس الزوجي، هون اس، هون الاس 2 وهون الاس 2، هون الأس واحد وهون الأس واحد، معناتها البي قديش قيمتها؟ واحد. طيب هون سي وهون ثلاثة، معناتها سي يساوي ثلاثة، لأنه هون بالمناسبة هي اكس أس صفر يعني، أو فيك تقول إنه عدد ثابت يعني، فبالتالي الثابت مع الثابت تطلع مع قيمة السي تساوي ثلاثة، فبالتالي أي بي أي زائد بي زائد سي يعني ثلاثة زائد واحد زائد ثلاثة، الجواب بيكون معك بالأخير سبعة. مثال تاني، إذا كان عندنا بي اكس يساوي اكس ناقص 2 بي اكس مربع زائد بي اكس زائد 3 زائد اكس ناقص 5، وعندنا كيو اكس تساوي اكس مكعب زائد 3 اكس مربع زائد بي اكس زائد سي. عم يقول لك انه بي اكس يساوي كيو اكس، اوجد قيمة بي زائد بي، تمام. طيب شو لازم نعمل نحنا؟ لازم نفوت الاكس ناقص 2، يعني لازم نضرب الاقواس ببعضها، يعني لازم نحسب البي اكس، ما فينا نحنا نساوي مباشرة الا لحتى احسب البي اكس. حنحسب البي اكس بعد ما فك الأقواس ووزع واجمع الحدود المتشابهة، فالبي اكس تطلع معك اكس مكعب زائد بي ناقص 2 بي اكس مربع زائد 4 ناقص 2 بي بي اكس ناقص 11، وعندك الكيوب. لاحظ انه هون عندك اكس مكعب وهون عندك اكس مكعب. هلا بنجي على الاكس مربع، اكس مربع لازم الامثال شو تكون؟ متساوية، فبستنتج مبدئيا انه بي ناقص 2 يساوي 3، فبالتالي قيمة البي تساوي 5. نجي لهون الامثال، هون عنا 1 وهون الامثال 1، فبالتالي الاس 1 هون الاس 1 وهون الاس 1، فبالتالي الامثال لازم تكون شو؟ متساوية من الفرضية هي، فبالتالي بيطلع معنا بي تساوي 4 او بي عادية تساوي 4 ناقص 2 بي، والبي معنا اياها 5، 2 ضرب 5 10، 4 ناقص 10، فبالتالي قيمة البي تطلع معك ناقص 6. نجي على السي، السي مباشرة بنلاحظ انه هي تساوي الناقص 11، طبعا ما في داعي نحسب السي لانه هو بالاساس بده بي زائد بي، فبيطلع معنا البي زائد بي ناقص 6 زائد 5، الجواب بالاخير ناقص 1. لهلا البحث سهل، ما في شيء جديد يعني، يعني مو ما في شيء جديد بس ما في شيء هيك مزعج.
طبعا وقت بيكون عندك انت bx زائد qx فبتجمع الحدود المتشابهه مع الحدود المتشابهه. تمام؟ هلا بشكل عام نحن اذا كان عندنا px، هدول قواعد مهمه اللي حاحكيها لك، عندنا px وعندنا qx. تمام؟ اذا كان درجه ال px يساوي مثلا p صغيره ودرجه ال qx مثلا تساوي q صغيره. تمام؟ اذا كان عندنا تابعين بولينوميات، درجه ال px هي p ودرجه ال qx هي q، فدرجه المجموع يعني درجه px زائد qx، يعني انا اذا جمعت ال px مع ال qx والناتج شفت شو الدرجه تبعه، لازم تطلع معنا p. تمام؟ علما طبعا انه p اكبر من q، يعني في حال هون كانت ال p اكبر من q، اذا كانت ال q اكبر من ال p فبيطلع معك q. تمام؟ كمان قواعد ثانيه بهذا الخصوص، درجه px ضرب qx، يعني اذا ضربت انا كثير الحدود px ضرب كثير الحدود qx، فدرجه الناتج بتكون p زائد q بغض النظر مين اكبر من مين. تمام؟ طيب اذا كان عندي انا px درجه هذا ال px هي p، تمام، ورفعته للقوه m، يعني انا هذا كله حطيته قوه m، فدرجه p اس m، طبعا p كثير حدود، الكثير حدود كله حطيته اس m، هو m ضرب p، يعني بضرب القوه ضرب اعلى اس موجود قبل ما طبعا ارفع للقوه. طيب درجه p q x، يعني في حال عوضت ال qx ضمن ال p، فدرجة الناتج بتكون p ضرب q، يعني كأنه عم بضرب، يعني كأسس كأنه نفس الضرب. أيضا درجة p x أس m، يعني أنا عندي p x بس بدل x حطيت x أس m، فبالتالي الدرجة النهائية بتكون m ضرب p. آخر قاعدة هو بالقسمة، في حال كنت أنا عم قسم كثير حدود على كثير حدود، يعني درجة px على qx هي p ناقص q، يعني درجة الأس ناقص درجة المقام، درجة أس البسط، يعني درجة البسط ناقص درجة المقام. هنشوف أمثلة عشان نفهم الموضوع. قال إذا كان عندنا نحن px يساوي 3x مربع ناقص 2 مربع و qx يساوي 2x مربع زائد 1 بx ناقص 2 او ناقص 1، وعم يقول لك px ضرب qx يساوي تا 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 زائد ax مربع زائد تا 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 تا. اوجد قيمة الحل. تعالوا نشوف البx، البx حساوي حربع البx بيطلع معك 6x او 9 عفوا x اس 4 ناقص ضعفي الاول بالتاني، يعني 2 ب 3 6 ب 2 12 x مربع زائد المربع الثاني يعني 4. انا عم بضربه طبعا ب qx، qx هي 2 x مربع زائد 1 ب x ناقص 1. تعالوا نلاحظ هلا انا اذا اجيت طبعا انا حاضرب كل الحدود بكل الحدود، تمام؟ تعالوا نطلع على الاكس مربع،
الاكس مربع وقت اضربها لازم اضربها بهالواحد هي وبهالواحد هي حتى تضل اكس مربع. فتضرب ناقص 12 اكس مربع بواحد بناقص واحد فبتصير زائد 12 اكس مربع. تمام؟ هلا هي ما عاد فيني ساوي فيها شيء. بتطلع على هي، هي لازم اضربها بأربعة وبناقص واحد بنفس الوقت. فبالتالي بتصير معك 2 اكس مربع زائد 4 ناقص 1 يعني ناقص 8 اكس مربع. عرفتوا شو ساويت؟ اللي ساويته انه انا وقت بدي اضرب كل الحدود ببعضها بهدول الثلاث اقواس. فهو شو بده؟ هو بده امثال الاكس مربع. بتطلع على الاكس مربع، هي ال 12 اكس مربع اذا ضلت 12 اكس مربع لازم اضربها هون برقم وهون برقم، لانه اذا ضربتها بx فما عاد تصفى اكس مربع، ممكن تصير اكس اس 3 اكس اس 4 بغض النظر. فلازم اضربها 12 اكس مربع برقم من هذا القوس وبرقم من هذا القوس. ف ناقص 12 بضربها بزائد 1 بناقص 1 فبتصير زائد 12. هلا بيجي على هذا القوس في عندنا اكس مربع، اي في 2 اكس مربع لازم اضربها برقم من هذا القوس وبرقم من هذا القوس حتى تضل اكس مربع بغض النظر شو الامثال. فبتصير الامثال 2 ضرب 4 ناقص ضرب ناقص 1 فناقص 8. هون في اكس مربع ما في، طيب هون في اكس ما في، هون في اكس ما في، فبالتالي ما في غير هالحالات ممكن يصير معنا فيها الناتج اكس مربع، يعني زائد 12 اكس مربع ناقص 8 اكس مربع. فيفترض امثال الاكس مربع تكون عنده 4 بالاخير، يعني لانه 12 ناقص 8 4. هلا الفقره اللي بعدها هي فقره تقسيم كثير حدود على كثير حدود. انا حاعطي مثال سريع عليها كونه شارحينها من قبل. قال اذا كان عندك انت هيك السؤال بيجي بالامتحان، هي x ناقص 3 وهي 2x مربع ناقص x زائد 1، وهون عندك عم يقول لك طبعا اوجد باقي القسمة واوجد ناتج القسمة. تمام؟ فانا بحب ارجع على شهادة القسمة اللي كنا اخذينها نحن وصغار وقول 2x مربع ناقص x زائد 1 تقسيم x ناقص 3. تعالوا نقسم 2x مربع على x فبيطلع معنا 2x. تعالوا نضرب 2x بx فبصير 2x مربع. بعدين ناقص 6x. تعالوا نغير الإشارات فبتروح هاي مع هاي. ناقص x زائد 6x يعني زائد 5x زائد 1. هلا بنضرب بنقسم 5x على x فبتصير معنا 5. بضرب ال 5 ب 5x بتصير 5x. ناقص ناقص 3 ضرب 5 ناقص 15. هلا بنغير الاشارات، هي كانت زائد فبتصير ناقص، بتروح هي مع هي بيصفى معك اخر شيء باقي القسمه 16. فبالتالي باقي القسمه هون 16 وغالبا بنرمز له الرمز kx. تمام؟ وناتج القسمه طلع معنا 2x زائد 5 وغالبا بنرمز له الرمز tx اللي هو بيعبر عن ناتج القسمة. طيب هالقسمة هي في عليها ألعاب كتير حنلعبها هلا حزازير. تعالوا ناخد بس ناخد مثال قبل ما ناخد أول حزيرة. قال إذا كان عنا درجة p مربع bx ضرب qx يساوي 8، وعندك ايضا درجة px على qx يساوي الواحد، اوجد درجة px زائد qx. طبعا درجة px زائد qx هي يا درجة p يا درجة q، طبعا باخد الدرجة الاكبر. طيب تعالوا نحسب هلا. قال حنفترض بالحل انه درجة px هي p صغيرة، وحنفترض ايضا انه درجة qx هي q صغيرة.
تمام. هنعوض هلا بالقوانين اللي اخذناهم شوي. درجة ب مربع اكس، درجة ب مربع اكس ضرب كيو اكس. هلا البي مربع درجته يعني كيو مربع بي مربع عفوا، يعني هاي البي اكس شو درجته؟ بي، وفي تربيع فبتصير 2 بي عفوا 2 بي، لانه بضرب الاس بالدرجه. الكيو اكس درجته كيو، فدرجه جداهم فبيطلع معك 2 بي زائد كيو. هاي اول عنا اول معادله قديش تساوي؟ تساوي 8 من هون. طيب منجي على الدرجة الثانية أو على المعطى الثاني، درجة بي إكس على كيو إكس يعني بي ناقص كيو. بي ناقص كيو شو يساوي؟ يساوي الواحد. درجة كثير حدود على كثير حدود هو درجة البسط ناقص درجة المقام. فبيطلع عندك بحل هالمعادلتين بتطلع معك قيمة البي 3 وقيمة الكيو 2. طيب هو شو بده؟ بده درجة P زائد Q. قال بدرجة P زائد Q يا باخد P يا باخد Q، باخد الأكبر، ما باخد هاي أو هاي، باخد الأكبر اللي هي مين؟ 3. معناتها الدرجة قديش بتكون عنا؟ 3. في عنا قاعدة كتير غليظة ومعتة، لكن يا ابني لازم انت تعرف تحلها، لأنه هيك الأسئلة بتجي بالامتحان، يعني لازم نحكيها. قال في حال كان عنا PX وعندك هون AX زائد P B عادية، وعندك هون طبعا باقي القسمة KX، تمام؟ قال لحتى أوجد باقي القسمة، أحيانا بيجيك سؤال بالامتحان أوجد باقي القسمة، حتى نوجد باقي القسمة لازم نجعل المقسوم عليه يساوي الصفر، منه بطلع قيمة الاكس. اذا جعلت المقسوم عليه هاد اللي هو ax زائد b يساوي الصفر، فبالتالي قيمة الاكس بتكون ناقص b على a. بهالحالة ناتج القسمة اللي هو kx بيكون b اللي هي هاي، وبعود بقلبها ناقص b على a، شيء مثل السحر. اعطينا مثال استاذ. حاضر، هاي مثال بي اكس يساوي اكس اس 3 ناقص 2 اكس مربع زائد اي اكس زائد 8. هاي عطينا البي اكس، الله يخلينا، وقايلنا هو الافندي انه بي اكس تقسيم اكس ناقص 2 عم تعطيك باقي القسمة 18. شو بده؟ بده أوجد قيمة A. يا سلام، وقت بيجيك هيك منظر بالامتحان أول شي بتجعل باقي القسم أو المقسوم عليه يساوي صفر. مين المقسوم عليه؟ ليكو، هذا هو المقسوم عليه، فبيجعله يساوي صفر. X ناقص 2 يساوي صفر، معناته قيمة X يساوي 2. شي ناهي. الشغلة الثانية من هي الخاصية، قال بي 2 لازم تكون تساوي باقي القسمة، يعني بي 2 ليش 2؟ لأنه جعلت هاد يساوي صفر، طلعت معي قيمة الاكس، فبي 2 تساوي باقي القسمة من هاد القاعدة هاي. شو هو باقي القسمة؟ 18. طيب تعالوا نعود الاثنين، بيطلع معك 2 أس 3 ناقص 2 أس 2 4 ضرب 2 ناقص 8 زائد 8، بيروحوا مع بعض. آخر شيء مهم بيصفى معك 2 A يساوي 10، بالتالي قيمة الـ A تساوي 5. سهل ما هي؟ ما في شيء. قاعدة ممكن بتكشش البدن شوي يعني، لكن تطبيقها سهل مثل ما كان شايفين. شوف مثال تاني مشان نستوعب الترتيب أكثر. قال إذا كان عندنا نحن P ببلشوا غلاظة، يعني أول تمرين بيكون هيك ظريف وحلو كربوج، تاني التمرين بتبلش السؤال x مكعب زائد x مربع ناقص x زائد 9. انا عن حالي لو عندي جامعة ما بساوي فحص. شو هالمسخرة هاي؟ مسخرة بصراحة يعني، بس لا تقولوا لحدا، تكتبوا فيني تقرير على الحكومة التركية.
بده باقي القسمه. تمام. طيب اول شيء مثل ما قلنا بهالتمارين بخلي باقي القسمه شو يساوي؟ يساوي ناتج القسمه استاذ شباب، ناتج القسمه يساوي صفر. اذا ناتج القسمه على اساس عدل المقسوم عليه يساوي صفر. اذا بجعل المقسوم عليه شو يساوي؟ الصفر. مين المقسوم عليه؟ اكس زائد 2، حاجه له يساوي الصفر. معناته قيمه الاكس تطلع معنا ناقص 2. شيء ناهي. الشغله الثانيه لنفترض هاد حرمز له بالرمز كي اكس، ماشي، اللي هو باقي القسمه. البي 2 او بي ناقص 2 شو تساوي؟ تساوي ناتج او باقي القسمه كي اكس. ابعوض الناقص 2 وين؟ هون. شو هاد؟ هي لو بي اكس بتعوضها مباشره. تمام، بس في هي الغلاظه المعدة. تمام. لذلك مثل تذكروا انتم بالتوابع، ببحث التوابع شو بنخلي؟ بنخلي 3x زائد 4 شو تساوي؟ بنخليها تساوي ناقص 2، مزبوط. فكنا نطلع قيمه الاكس، فبتطلع مع قيمه الاكس تساوي ايضا ناقص 2. يعني هي الناقص 2 غير هي الناقص 2. ها هلا بنعوض الناقص 2 هون اللي هي هيها اللي طلعت معنا. ليش؟ لانه هو عم يقول لك بي ناقص 2، فانت بتخلي بي ناقص 2، بتخلي هاد كله ناقص 2، القيمة الاكس اللي بتطلع معك هون بتعوضها هون، فطلع معك هون للاسف الاكس كمان ناقص 2، فبترجع بتعوضها هون، بيطلع معك اخر شيء الكي اكس اللي هو باقي القسمة 7. بتعوض ناقص 2 اس 3 يعني ناقص 8 زائد 4 الى اخره. تعالوا نشوف هالتمرين الغليظ اللي عدت. قال إذا كان عنا يا ابني، هي عنا بي اكس وهي عنا اكس ناقص 4 وعنا هي 3، هذا كله يعني عم يقول لك انه إذا قسمت البي اكس على اكس ناقص 4 بيكون باقي القسمة 3، وإذا قسمت الكيو اكس على أيضا اكس ناقص 4 بيطلع معك ناتج القسمة 4. طيب يا شاطر، اذا عندك هالمعلومتين احسب لي هالاختراع. شوف هالاختراع معنا. طبعا لازم يكون المقسوم عليه نفسه بالثلاثة ولا ما بنحل السؤال. شو بده هون؟ اكس ضرب بي اكس زائد اكس زائد 1 ضرب كيو اكس زائد اكس مربع زائد 2 اكس. هذا كله بده يعني احسب له باقي القسمة وتقسم هذا كله على اكس ناقص 4. دائما يا ابني مثل ما قلنا بهي الاسئلة بنجعل المقسوم عليه يساوي صفر، يعني بجعل الاكس ناقص 4 تساوي الصفر، بالتالي قيمة الاكس تساوي الاربعة. حلو؟ حلو. طيب البي 4 شو لازم تكون تساوي؟ 3. شوي اخذنا القاعده. اذا بي 4 تساوي ناتج القسمه او باقي القسمه 3، والكيو 4 تساوي باقي القسمه، بس هون قديش باقي القسمه؟ 4. هلا بعوض هذا الحكي اللي طلع معي هون، فهي بدل كل اكس بعوض 4، وبدل بي 4 حعوض 3، وهون بتصير معنا 5، وهون بتصير معنا 4، وهون 16، وهون 8. المهم اخر شيء بيطلع معك هاد اللي هو هون، بيطلع معك ناتجه 56. هال 56 هي عن شو بتعبر؟ بتعبر عن باقي القسمه. ليش؟ لانه واتعود انا القيمه اللي بتجعل المقسوم عليه يساوي الصفر واتعوضها بقلب الشيء اللي بدي قسمه المقسوم، ف شو بيطلع معي؟ بيطلع معي باقي القسمة. أنا عوضت القيمة اللي هي x تساوي 4، عوضتها هون طلع معي 56. هال 56 عن شو بتعبر؟ بتعبر عن باقي القسمة. يعني يفترض نحن أخذنا 3 أمثلة على هاي الفكرة، يفترض تكون وضحت إن شاء الله. الفكرة الأخيرة بهذا الدرس، طبعا مو بالبحث، بالدرس، قال إذا كان عندك أنت، هاي لعبة جديدة، إذا كان عندنا x ناقص a ضرب bx
يساوي كيو اكس، فبالتالي كيو اي يساوي الزيرو. إذن إذا كان عندنا x ناقص رقم مضروب ب bx يساوي qx، فإذا عوضت هذا الرقم اللي هون عوضته بقلب ال q، هذا كله بيصفر. ليش؟ طبعا لأنه a ناقص a صفر، فبصير كله صفر. شيء طبيعي، يعني هي قاعدة فينا نقول استنتاجية أكثر ما تكون قاعدة. فإذا كان عندنا مثال x ناقص 1 ضرب bx يساوي x أس 4 زائد a x أس 3 زائد 3 x ناقص 7، أوجد قيمة ال a يا ابني. ببساطة إذا اعتبرت هاد شو؟ هذا حاعتبره اسمه q x، تمام؟ ف q قديش يا شاطر؟ q واحد يفترض شو تكون تساوي؟ برافو عليك، صفر. فبعوض هلأ الواحد هون، فبصير معنا واحد أس أربعة زائد أربعة بواحد أربعة زائد A بواحد أس ثلاثة زائد ثلاثة ناقص سبعة يساوي الصفر. بيطلع معك آخر شيء قيمة الـ A تساوي عندك الـ ثلاثة. وهيك بيكون انتهى درسنا الجزء الأول من كثيرات الحدود. إن شاء الله هلأ شوي تانية هينزل درس تاني له علاقة بكثيرات الحدود، بتكملة كثيرات الحدود. أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.